احنا دلوقتي هنتنقل لفقره تانية من فقرات برنامج انتي احلى لمصممه الازياء امنيه سعيد وجينا نصر. هو مش ديفيلي لكن هو فوتو سيشن، اوكي، فوتو سيشن للكولكشن بتاعتهم وموده 2015. هم الوحي بتاع الكولكشن من نقدر نقول من شخصيات ديزني او البوب ارت. البوب ارت يعني ان هم بياخدوا الشخصيات دي وبيرسموها بطريقه معينه، لكن الفوتو سيشن استوحوه من العروسه باربي. فتعالوا نشوف مع بعض ازاي عملوا فوتو سيشن واستوحوه من العروسه باربي. هنعمل لقاء مع المصممين، مع الميك اب، مع الشعر، ومع الفوتوغرافر كمان. تعالوا نشوف الكليب، بعديه هيكون في اكيد فاصل اعلاني، واكيد بعديها هنلتقي مع مصممه الخليه نيمة الشعر. هو اللوك بتاع باربي مختلف شويه عن الميك اب العادي، ان هو بيبقى فيه تريكس كده معينه بتتعمل في العين علشان تدي اللوك بتاع باربي اللي هو الكات كريس اللي بيبقى في عينيها. ده بنعمله طبعا بالميك اب، بنرسمه بالميك اب. طبعا هي بيبقى ليها جلو كده، اضاءه في الوش شويه زياده عن العادي، وطبعا بيبقى الميك اب كله على بينك وفوشيا وكده. احنا النهارده هنعمل شعر ستريت، هنعمل كام موديل، موديلات جديده كلها على الستايل. هنبتدي في الاول ستريت، هيليق على وشها مع التسريحه، وهنبتدي نعمل تسريحات كتير، اولهم ليس، وهنعمل حوالي 3-4 تسريحات جداد، وهنشوف مع بعضين. ان شاء الله هنعمل فوتوشوت جديد، باربي فوتوشوت مع الفاشن ديزاينر جينا ومع الموديل هيا ومعانا الميك اب ارتست هبه. وان شاء الله ده يعتبر فوتوشوت جديد غريب من نوعه، ما اتعملش قبل كده في مصر. النهارده بنعمل شوتينج للسمر كولكشن بتاعنا، ستايل جديد والوان جديده، فيعني الوان سيف. مثلا بوب ارت بتاعنا تقريبا احنا اللي عاملينه، هيبقى يعني زي ما انتم شايفين في التجهيزات اتس ديفرنت، البرنت ديفرنت، الالوان ديفرنت. بس هي فكره الشوتينج بتاعتنا ان احنا نحولها لباربي. الشوتينج بتاعنا زي ما شفنا تجهيزات باربي، ان احنا هنعمل كل التجهيزات لباربي دول. هنخلي ان احنا فكرتنا ما اتعملتش في مصر قبل كده، هي كلها اتعملت بره مصر. كل اللي احنا بنفكر فيه ان احنا هنعمل الموديل على انها باربي دول.
شفتوا الكليب اكيد كلنا واحنا صغيرين كان عندنا العروسة باربي، ودي فكرة التصوير. هي فكرة لذيذة مختلفة زي ما شفتوا الموديل اللي عملوها بالظبط زي باربي، والاهم ان الكولكشن بجد جميلة جدا لانها عملية، وهي دي الملابس اللي احنا بنحتاجها. واضح الصيف هيدخل بالوان قوية، تشجيرات قوية، وهو ده اللبس بتاع كل يوم. بجد بشكر جدا أمنية سعيد وجينا نصر على الفوت سيشن او الكليب الجميل ده.